العراق والإمارات يوقعان اتفاقية كروية في دبي من أجل التعاون المشترك. نشاهد. دولة الإمارات المتحدة ولسعادة الشيخ رئيس اتحاد الشيخ راشد النعامي، الإمارات بلدنا الثاني بصراحة، وعبر سنوات طويلة يعني معسكراتنا لكل منتخباتنا تتواجد في الإمارات وتحظى برعاية كبيرة، وهذا يعني ليس غريب على إمارات الخير. لذلك جاءت هذه الاتفاقية اللي هي أساسا احنا يعني انا استطيع اقول معظم بنود الاتفاقية كان معمول من طرف واحد من جانب الإمارات بدون اتفاق، يعني لأنه أكو روابط ولأنه أكو وشائج بيناتنا. لذلك اليوم سعداء جدا بأنه تكون هذه الاتفاقية لنرتقي برياضتنا. ما في شك مثل ما ذكر الأخ رئيس الاتحاد العراقي، دولة الإمارات تربطها علاقة وطيدة وقديمة جدا مع الجمهورية العراقية، والتعاون في مجالات كثيرة جدا. استفدنا الكثير من خبرات الإخوان في الاتحاد العراقي سابقا، كان لهم باع كبير في تطوير الكرة العربية بشكل عام، نتائجهم المشرفة في البطولات الكبيرة. سبل التعاون موجودة وكثيرة جدا، سنستمر عليها إن شاء الله ونزيد من الدعم والاستفادة من الخبرات من الطرفين حتى نرتقي بمستوى الكرة العربية بشكل كبير